حصيل اليوميا انتشار فيروس كورونا في الجزائر، حسب ما أفاد به آخر تقرير لوزارة الصحة الجزائرية حول الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر، وهذا ليوم الاثنين 16 من نوفمبر. الجزائر سجلت ارتفاع كبير وكبير جدا مقارنة بأمس، زيادة قدرت ب50 إصابة، أي عدد إصابات اليوم بلغت 910 إصابة، يصل مجموع الإصابات منذ بداية الفيروس 68,589. أما بالنسبة للوفيات فبلغ 14 حالة وفاة، يصل مجموع الوفيات إلى 2,154، رحمهم الله جميعا. أما بالنسبة للشفاء فلله والحمد، ارتفع العدد يصل إلى 455، أي مجموع حالات الشفاء 45,080 حالة شفاء، المتواجدون بالعناية المركزة 50، شافاهم الله جميعا. أما بالنسبة لتوزيع الإصابات على مجموع الولايات، فنجد 18 ولاية سجلت أكثر من 10 إصابات، 18 ولاية سجلت ما بين إصابة إلى 9 إصابات، 12 ولاية لم تسجل ولا إصابة. أما بالنسبة لتوزيع الإصابات على الولايات بالتفصيل فسنوافيكم بها في حال نشرها من طرف الوزارة الوصية، وشكراً.